تو بالكورس الأول. جاي تطلع عندكم الشاشة مشاركة؟ ما دكتور تمام تمام راح نكمل ما أخذتوه بالكورس الأول. بعد ما تعرفتوا على طبيعة الانعكاس والانكسار، وتعرفتوا أيضا على أنواع المرايا وأنواع العدسات، وعرفتوا شنو معنى العدسات الرقيقة، وحليتوا عنها تمارين، وتعرفتوا على بعد الصورة ومعنى بعد الجسم ومعنى لحظة معنى بعد الصورة وبعد الجسم والبعد البؤري، وعرفتوا مواقع الصورة حتى تتكون صورة واضحة. أكو مشاكل تظهر أثناء العمل بهذه الأجهزة البصرية، اللي هي الأجهزة البصرية نقصد بها العدسات والمرايا بكل أنواعها والعدسات بكل أنواعها. أكو عيوب تظهر بها وتسبب عدم الحصول على صورة واضحة مشوشة، جودتها قليلة. أهم الأسباب اللي يسبب على عدم الحصول على صورة واضحة هو الزيغ، ابيرشن. الزيغ من الأسباب اللي نعاني منها دائما مختبر البصريات. طبعا هي مو ناتجة فقط عن التصنيع، سبب تصنيع يعني بالتصنيع أثناء، وإنما هي أسبابها كثيرة. مرات تحدث بسبب تغير في موقع الجسم، أو أسبابها من الأشعة اللي صادرة من المصدر الرئيسي. هي أشعة شبه محورية وغير محورية ومحورية، راح نتعرف عليهن ونعرف إيش وقت يكون الزيغ نوعه، يعتمد على نوع الأشعة المحورية أو غير محورية. راح نبدأ ببداية كمقدمة عن الزيغ. جميع العلاقات السابقة التي تربط بين بعد الجسم وبعد الصورة وأنصاب أقطار التكور والبعد البؤري إلى آخره، مشتقة على أساس أن جميع الأشعة الصادرة من الأجسام هي أشعة شبه محورية وتصنع زاوية صغيرة مع المحور. يعني الشبه محورية هي الأشعة القريبة من المحور البصري. راح أراويكم أكو صورة هنا أنا موجودة بعدنا ما وصلناها، بس راح أراويكم شنو معنى الأشعة المحورية. لاحظوا بالصورة هذه طلاب بأن هنا هذا الأوبتيكال أكسس اللي هو المحور البصري، هذا الأشعة اللي تمر من خلال هذا الجسم البصري اللي هو هنا عدسة. الأشعة اللي تمر موازاة المحور البصري هي أشعة شنو؟ محورية، سميها أشعة محورية. الأشعة اللي بجوارها هذه اللي تصنع زوايا صغيرة، تصنع زوايا صغيرة ثيتا، تسمى الأشعة شبه محورية. أما الأشعة التي لاحظوا هاي الأشعة اللي هي بأطراف الجسم البصري بعيدة كل البعد عن المحور البصري تسمى الأشعة الغير محورية. تمام؟ لا إله إلا الله. فهنا نكمل بأن الأشعة نعم ترى يم الصوت، يعني ما جاي يوضع صوتك بصف صوتك صوت يعني هسه الصوت تسمعونه واضح؟ لو بعد بي صوت تردد يجي، هي المشكلة النت كلش ضعيف. زين دكتورة نزلينا الفيديو واحنا ندرس عليه. أكيد أكيد هو أنا الفيديو ينزل لكم اليوم، جماعتكم يعني اللي قبلكم نزل لهم الفيديو، بس انتوا المحاضرة كان صادف قبلها العيد، يوم الخميس كانت عطلة رسمية، فانتوا ما نزلت لكم هاي المحاضرة لان انتوا متأخرين شعبة. اي تمام، هسه صوت واضح لو بعده؟ اي هسه واضح. تمام واضح. اي ور قوة النت، مشاكل بالانترنت هاي الفترة كلش يعني جاي نعاني منها صراحة بالمحاضرات، ان شاء الله ما يفصل مره ثانيه. هسه نكمل المحاضره. لاحظوا بالرسم هذا قلنا الاشعه المحوريه اللي تمر، يسمونها محوريه، اللي تمر على طول المحور البصري.
الأشعة الشبه محورية هي الأشعة المجاورة للأشعة المحورية، شبه محورية. أما الأشعة اللي بالأطراف مال الجسم البصري شو يسمونها؟ أشعة غير محورية، تصنع زوايا كبيرة. لاحظوا الزاوية اللي تصنعها مع المحور البصري كبيرة، فهذه الأشعة الغير محورية. هسه حتى نعرف شنو من نحكي نعرف شنو معنى الأشعة المحورية عن الغير محورية والشبه محورية. فتتكون الصورة غير واضحة ممتدة على المحور البصري نتيجة الزير، لا العفو، تصنع زوايا صغيرة اللي هي منه الأشعة شبه محورية مثل ما لاحظنا، يعني قريبة على المحور. لذلك استخدم التقريب الذي يجعل جيب زاوية السقوط يساوي زاوية نفسها، يعني بما أنه الزاوية صغيرة جدا فساين ثيتا الجيب مالتها مقاربة للثيتا. هذا شنو نظريا؟ على هذا الأساس افترض أن جميع الأشعة تتقاطع بعد الانعكاس والانكسار في نقطة واحدة، افترضنا، بس هو مو صحيح. بذلك نحصل على صورة مثالية، يعني واضحة المعالم وجودتها عالية نظريا من اشتغل ورقة وقلم واحسب. أما بشكل عام فإن الأشعة الصادرة من الجسم أثناء المختبر تختلف، لا تكون جميعها أشعة شبه محورية، بل تصدر من نفس النقطة من جميع الجسم بجميع الاتجاهات. لاحظوا الجلوب انتو من تشعلونه تصدر الأشعة منه تتشتت بجميع الاتجاهات، تكون اكو أشعة بالمركز هي محورية وشبه محورية وغير محورية. لذلك تكون شدة الضوء كل ما ابتعدنا أقل، اللي هي نفترض كأنما شدة الضوء هي الصورة، فتكون أشعة شبه محورية قريبة من المحور، وأكو أشعة غير محورية اللي هي بعيدة عن المحور، تصنع زوايا كبيرة من المحور مع المحور كما رأينا بالرسم. فلا يمكن استخدام تقريب جيب الزاوية، يعني نفرضها الساين ثيتا تقارب الثيتا، هذا ما ينطبق وياها لكونه لا يصلح رياضيا في تعيين موقع تقاطع الأشعة. لذلك ايش نستخدم من مكانه؟ مفكوك دالة الجيب، تمام، للتعبير عن قيمة هذه الدالة بصورة دقيقة. إذن راح نستخدم هنا الساين ثيتا، شو يساوي لنا؟ هي دالة مفكوك عبارة عنها، طبعا هنا موجب سالب متتالية، موجب سالب موجب سالب موجب سالب، وأعداد فردية، دالة عدد فردي، ثيتا أس واحد هاي على واحد فكتوريال، مفكوك الواحد هو واحد، فلذلك ما ظاهرة هنا، فهي ثيتا ناقص ثيتا تكعيب فردي على ثلاثة فكتوريال زائد خمسة ثيتا أس خمسة على خمسة فكتوريال ناقص هنا تصير ثيتا أس سبعة على سبعة فكتوريال وهكذا. فهنا يقول ما نستخدم تقريب الساين ثيتا وإنما نستخدم مفكوك دالة الجيب. إن الأشعة الصادرة من نقطة واحدة لا تتقاطع بعد الانعكاس والانكسار. شو وقت انعكاس وش وقت انكسار؟ الانعكاس إذا كانت تستخدم الجسم البصري هو عبارة عن مرآة، أما الانكسار وهو إذا كنت تستخدم الجسم البصري عبارة عن عدسة سواء كانت لامة أو مفرقة في نقطة واحدة عمليا، بل في أكثر من نقطة. إذا راح تتجمع النقاط من الأشعة الصادرة مو بنقطة واحدة وتكون الصورة، وإنما في أكثر من نقطة. نتيجة لذلك تظهر الصورة هي عبارة عن شنو؟ صورة مشوشة وغير واضحة المعالم، وهذه الظاهرة تدعى بالزيغ. طبعا الزيغ حتى بالعين البشرية يحدث إذا كان بيها تشوه رباني بالعين، وهسه راح نعرف شنو معناه التشوه الرباني. تكون العين مو كروية وإنما مفلطحة، يعني قريبة للمستوية الشبكية مال عين الإنسان. لذلك مرات الطفل قبل السنة من يشوفون عنده ما يشوف رأسة، يعني يسوون له فحص للبصر، وهذا ضروري حتى واحد يعرف، يعني إذا يستخدم له نظارات من وقت يقدر يعالج تفلطح العين بما أنه بطور النمو قبل لا يكبر. أكو لا يصير بعد تقدم العمر، يعني ورا 40 50 تبدي أعراض تفلطح الكروية، الأمراض مزمنة تصير للبشر. أيضا السكر يأثر على شبكية العين، يسبب من هذا النوع من الأمراض هو اللي يسبب تفلطح العين. وكذلك اللي يتعرض لا سمح الله إلى حادث عرضي يعني يسبب تلف بشبكية العين راح يصير عنده هاي المشاكل. هسه راح نشوف شلون نعالجها. حتى بالنسبة للعين، إن سبب حدوث الزيغ ليس نتيجة عيب صناعي في العدسات والمرايا. صح مرات يصير زيغ بيها بالعيب الصناعي، مثل ايش؟ مرات نروح نشتري مرآة، أول ما نشوف المرآة نباوع بيها قبل لا ناخذها.
ليش؟ لأن مرات المرآة تطلع الوجه طويل، مرات الوجه عريض، مرات الوجه غير واضح المعالم، طلعك أسمر لو أبيض زايد. يعني هذه كلها أسباب زيغ بالمرآة نتيجة عيب صناعي. إحنا هنا ما راح ندرس هذا، بل نتيجة تطبيق قوانين الانعكاس والانكسار على السطوح الكروية بالنسبة لجميع الأشعة الساقطة. هنا راح ندرس أسباب الضوء اللي يسقط على الجهاز البصري، هو يسبب زيغ، اللي هي الأشعة الساقطة، اللي هي منو مشاكلنا المحورية منتهين منها، تطلع في نقطة واحدة اللي بطول المحور. أما أنا عندي مشاكل بالأشعة منو الشبه محورية والغير محورية، هن اللي يسببن الزيغ. على هذا الضوء أكو عدة أنواع من الزيغ، نجي نتعرف عليهم. يتألف الزيغ من نوعين أساسيين حسب نوع الضوء الساقط. فإذا كان الضوء الساقط اللي مسلط تآني على الجهاز البصري هو أحاد الطول الموجي، يعني مونوكروماتيك لايت، اللي هو أحاد الطول الموجي يعني يقصد به الضوء اللي يمتلك طول موجي واحد أو تردد واحد. أعطيكم مثال على أحاد الطول الموجي. ضوء الليزر هو ضوء أحاد الطول متشاكه يمتلك تردد واحد، فيكون هذا أحاد الطول الموجي. الزيغ اللي ينتج عنه يسمى الزيغ اللا لوني مونوكروماتيك ابيرشن، ينتج من عدم شنو ذني هسه احفظهن. اول نوع الزيغ اللا لوني تقسيمه حسب من؟ حسب النوع الضوء الساقط، ينتج من عدم تقاطع يا أشعة، أشعة شبه محورية والغير محورية اثنينهم. إذا المشاكل بالأشعة نوعين في نقطة واحدة، لا تتقاطع في نقطة واحدة، ويحدث وين؟ بالعدسات والمرايا بالحالتين. أما إذا كان الضوء اللي ساقط اللي أنا مستخدمته هو متعدد الطول الموجي اللي هو كروماتيك لايت، اللي هو مثل إيش؟ الضوء الأبيض الطبيعي، اللي هو يتكون من اتحاد الألوان الثلاثة الرئيسية اللي هي الأحمر والأزرق والأصفر. فيسمى الزيغ الناتج من الضوء المتعدد الألوان بالزيغ اللوني، أكيد لأن راح يتحلل إلى 3 ألوان، فهو كروماتيك أبيرشن، الذي ينتج من من ظاهرة التفريق dispersion يعني التشتت، التي تنتج أشعة غير متقاطعة في نقطة واحدة حتى لو كانت الأشعة شبه محورية. يعني حتى لو بس شبه محورية راح يحدث. وين يحدث؟ بما أنه شو، ويحدث في العدسات فقط، عكس ذاك. وين يحدث؟ يحدث في العدسات فقط، لأن هو راح يشتت الألوان وتصير ظاهرة تشتت، فراح ما تجتمع الأشعة شبه محورية فيحدث الزيغ اللوني. هسه نجي نتعرف عليهم واحد واحد. طبعا اللوني إلى عدة أنواع، واللا لوني إلى عدة أنواع. اللا لوني إلى عدة أنواع راح نتعرف عليهن وأسبابهن وشون نقلل الزيغ منها. أولا المونوكروماتيك أبيرشن اللي هو الزيغ اللا لوني، اللا لوني عند استخدام ضوء أحاد طول الموجي مثل ما اتفقنا، وسقوط الأشعة منه شبه محورية قلنا بيه والغير محورية على السطح الكروي، ينتج عدم تقاطع الأشعة في نقطة واحدة بعد الانعكاس أو الانكسار، لأن عندنا عدسات ومرايا، أكيد انعكاس وانكسار، انعكاس للمرايا والانكسار للعدسات. تسمى هذه الظاهرة بالزيغ اللوني، هاي تعريفها. ويتألف الزيغ العفو اللالوني من 6 أنواع رئيسية. شلون صنفت 6؟ حسب من؟ على شكل الزيغ الناتج، يعني صورته شلون يصير، وبعد هو موقع الجسم بالنسبة للمحور البصري. تمام، المحور البصري اللي هو اوبتيكال اكسس مثل ما راويتكم اياه بالصورة. وهذه الانواع هي: اولا الغبش البصري ديفوكس ابيرشن، والزيغ الكروي سفيريكال ابيرشن، وزيغ المذنب، والزيغ اللابؤري، وزيغ التكور المجال، وزيغ التشوه. هسه راح نجي ناخذ واحد واحد ونعرفه شنو. اولا ديفوكس ابيرشن اللي هو الغبش البصري. الغبش البصري اذا عندكم رجال كبير او بيبيه بالبيت دائما تقول لك عيوني تغوش ما اشوف، يعني هو معناها غبش، احنا نحكيها بالعاميه غواش.
يصير الصورة اللي يشوفها مضبضبة ومشوشة، يعني إذا يبوع مثلا للشاشة مال التلفزيون الشريط ما يقرأ، أو الكلمات مو واضحة ما يقرأ إلا يلبس تصحيح للنظر. هذا هو معناه الزين، بأن يحدث عنده مشاكل بمن بالنظر. هسه راح نعرف شنو أسبابها وشلون نعالجها. الغبش البصري هو نوع من أنواع الزيغ اللالوني أكيد، الذي يحدث عندما لا تلتقي كل الأشعة القادمة، وين لا تلتقي في نقطة واحدة في جسم ما عند نفس النقطة على مستوى الصورة، يعني ما راح يلتقن بنقطة واحدة على مستوى الصورة، فتتكون نتيجة لذلك صورة ضبابية متداخلة مع بعضها. إن السبب هذا الزيغ شنو؟ هو عدم وضع حاجز استلام الصورة في المكان المناسب، تمام؟ زين، حيث تتكون فتتبعثر الأشعة القادمة من الجسم على الحاجز، مما يؤدي إلى نقصان قيمة التباين والحدة للصورة، أي تقل جودة الصورة. الشخص اللي ما يشوف، اللي هو عنده مشاكل الغبش البصري، تلاحظه من يقرأ لو يقرب الكتاب اللي يشوف، لو تلقى اكو اشخاص ايده بعيده دافع الكتاب بعيد عن عينه ويقرا صوره صحيحه. اكيد مريتوا بالمدرسه وشفتوا، او بالكليه وياكم جماعتكم، يقدم الملزمه وياخرها، هذا عنده مشاكل الغبش البصري. شنو اسبابهن وشنو معناهن؟ هو شنو؟ عدم وضع حاجز استلام الصوره في المكان المناسب، لذلك هو من يقربه خلاه الحاجز اللي هو يستلم، اللي هي الورقه اللي يستلم عليها الصوره، في المكان المناسب. واللي بعده همين هو هنا أنا وضع الحاجز في مكان معين حتى يعالج الخلل اللي عنده، ان هذا حتى يحصل على صورة واضحة. ان هذا الزيغ يحدث وين؟ في الأجهزة البصرية المجهر، لذلك نلاحظهم يقرمون ويقدمون بالمجهر الجسم حتى يحصل على صورة واضحة، المقراب والعين البشرية مثل ما هسه شرحت لكم اياها، حيث يعزى سبب حدوثه في العين البشرية لتشوه كروية العين. يعني الكروية العين شبيها، هي العين مو كرة، يصير بيها تفلطح تشوه بيها. ففي حالة تفلطحها، إذا كانت تفلطح بيها أفقي، لا تتكون الصورة على شبكية العين، لأن هي الصورة تتكون بين على شبكة العين، يستلمها الدماغ يترجمها مثل ما درسنا احنا بالمتوسطة. هنا الصورة ما تتكون على الشبكية، وين؟ بل أمامها، يعني تصير تتجمع الصورة أمام الشبكية. مسببة هذا شي يسمونه قصر البصر، قصر البصر. لذلك هو شي يسوي؟ يبعد الملزمة حتى يشوف عدل. أما في حالة تفلطحها عموديا، إذا كانت الكرة عنده كروية عينه شبيهة مفلطحة، بس التفلطح شبيهة عمودي للأعلى، فتتكون الصورة وين؟ خلف شبكية العين، مسببة بعد البصر، ولذلك هو يقربها حتى يحصل استلام صورة جيد. ممكن إزالة الغبش البصري، إذا نقدر نزيله هذا نعالجه بصورة تامة بالأنظمة البصرية حتى العين، عن طريق تغيير موقع حاجز الصورة، مثل ما المريض يقدم ويأخر بالورقة حتى يشوف، لتتكون في المكان المناسب، بينما في العين إلا يبقى بالورقة. زين، بالورقة يقدم ويأخر، إذا يريد يشوف له مكان شي شلون، فهو شو يسوي؟ عن طريق تصحيح مسار الأشعة. لذلك أكو مراكز ما تصحيح الليزر يسمونها، يصحح مشار العفو مسار الأشعة القادمة إلى العدسة. شو يخليه يلبس عدسة لامة، وتصير عدسة سميكة وتباعولها كأن، يعني مبينة عدسة لامة اللي يلبسها، إذا كان يعاني من بعد البصر اللي هو تكون الصورة خلف الشبكية، تمام؟ أو عدسة مفرقة يلبسه وين؟ لقصر البصر اللي هي تكون الصورة أمام العين، لجعل الصورة وين تتكون؟ تتكون في المكان المناسب اللي هو أنا أريدها، وين؟ في الشبكية ذاتها. واضح؟ هسه هذا منو؟ الغبش البصري. هسه نجي للنوع الثاني من الزيغ، هو الزيغ الكروي. من اسمه كروي يعني على الكروية، spherical aperture. ينتج الزيغ الكروي من عدم تقاطع الأشعة الصادرة من جسم محوري، يعني واقع على المحور البصري، أكيد لازم هو الضوء واقع على المحور البصري مو مائل في نقطة واحدة، بعد من؟ بعد الانعكاس والانكسار، لأن هو أحد أنواع الزيغ اللالوني، فيحدث بمن؟ بالمرايا والعدسات. إذا
اكو انعكاس وانكسار، فتتقاطع الأشعة الغير محورية وين؟ انتبه، في نقاط قريبة من العدسة أو المرآة. والأشعة الشبه محورية وين تتقاطع؟ في نقاط بعيدة عن العدسة أو المرآة. انتبه، فتتكون صورة غير واضحة ممتدة على المحور البصري. أجي هذا الرسم، هذا الأوبتيكال أكسس قلنا، وهاي الأشعة المحورية، هاي الشبه محورية وهاي الغير محورية. يقول تتقاطع الأشعة الغير محورية في نقاط قريبة منين؟ من المرآة أو العدسة. هاي المرآة والعدسة، هنا عدسة بالصورة، تلاحظون نقاط قريبة تقاطعت، هاي وحدة وهاي وحدة. وتتقاطع الأشعة ذني الشبه محورية، أروح هنا وين رايحة تتقاطع؟ لاحظوا أبعد، هنا تتقاطع، شوف المسافة عن الجسم البصري. فتتقاطع في مناطق بعيدة عن الجسم البصري، هذا شي يسمونه وهذا شي يسمونه. إذا تقاطعت الشبه محورية في نقاط قريبة على عن الجسم البصري، تمام، فتتكون صورة غير واضحة ممتدة على المحور البصري، ينتج الزيغ، يسمى الزيغ الكروي الطولي. إذن إلى نوعين، الزيغ الكروي الطولي اللي هو longitudinal spherical aperture اللي هو LSA، وينه هذا؟ دني على المحور البصري شو يسمونهم؟ longitudinal spherical aperture، تمام؟ هذا حدده بالرسم. طبعا هذا الحاجز اللي نستلم عليه الصورة. زين، نجي للثاني، النوع الثاني، بينما يتكون زيغ آخر بنفس الوقت على امتداد مستوى الصورة، ينتج من تقاطع الأشعة في أكثر من نقطة في هذا المستوى بالمستوى، ويسمى الزيغ الكروي المستعرض اللي هو Transverse Spherical Aperture TSA. TSA وين اجي؟ لاحظوا هنا هاي الأشعة من تمر وين تتقاطع؟ تتقاطع في نقاط داخل المستوي ولكن ليس على المحور البصري، تمام. هذه التقاطعات تتقاطع وتضرب هنا على دا. شوف هنا متقاطعة وين ضربة؟ على الحاجز البصري، تمام. هاي شي يسمونها TSA، واضح؟ داخل المستوي بس مو على المحور البصري. هسه عرفت الفرق، المستعرض عن الطولي، الطولي على طول المحور البصري، أما المستعرض في نقاط قريبة من المستوي اللي يضم المحور البصري. إن شكل الصورة يكون مشوها عند حدوث الزيغ، أكيد تطلع صورة مشوهة لأن النقاط ما تجمعت في نقطة واحدة، فتكون الصورة غير واضحة المعالم نتيجة نقصان قيمة التباين فيها أو اختلال في نمط انتشار الأشعة في مستوى الصورة. فمثلا عند استخدام مصدر نقطي فصورته المثالية يجب أن تكون نقطة أيضا. هاي من نقول شو اسمه، يعني نقول نقاط تتجمع، لكن واقعا تكون الصورة الناتجة هي عبارة عن بقعة سبوت تتضاءل شدتها تدريجيا عند الأطراف، هذا الحقيقة. الواقع تكون نقطة، ليش؟ لأن أكو نقاط بالنص اللي هي الأشعة المارة على طول المحور البصري، أما الأشعة اللي تكون شبه محورية والمحورية وين تضرب؟ في مناطق بعيدة يعني بجانب المحورية. فتلاحظ كأنما شلون قطرة القلم الحبر من تخليها على الورقة بالنص بتمركزة وبعدين تبدأ تنتشر على طول الورقة وتتضاءل تدريجيا باتجاه الخارج، هذا نفس الشيء بالنسبة للصورة المتكونة نستلمها على الحاجز. سببها شنو؟ حدوث الزيغ. كلها سببها الأشعة الشبه محورية والغير محورية. شلون نخلص طرق تقليل الزيغ الكروي؟ إن الزيغ الكروي لا يمكن إزالته نهائيا، مو مثل الغبش البصري يمكن إزالته. تنتبهون بأثناء المقارنات إذا تريدون تقارنون لازم تذكرون ذني الفقرات.
من العدسات والمرايا. ليش؟ بسبب طبيعة السطح الكروي، لأن المرايا والعدسات هي عبارة عن سطح كروي، وهو الزيغ نتيجة الكروية، فهو لا يعني يمكن إزالته، ولكن يمكن تقليله بشكل كبير حسب نوع الطريق. إن أهم طرائق تقليل الزيغ الكروي، أول طريقة، أولا استخدام حاجز ضوئي. أجيب حاجز ضوئي مثل الفلتر وأخليه قدام الضوء، حتى أقول له مرر لي من الضوء أريد أشعة معينة ولا وأحجب لي ذني. فأنا شو أسوي؟ هسه نشوفها بالرسم. عند استخدام حاجز ضوئي أمام أو خلف العدسة أو المرآة، شو يسمح لي؟ يسمح لي بمرور الأشعة الشبه محورية فقط، ويلغي لي عندها تحجب الأشعة الغير محورية. صح الشبه محورية هم تسبب لي زيغ، بس راح أخفف أشيل الغير محورية. فالشبه محورية إذا الكروي لا يمكن إزالته، أكو زيغ، لكن فبذلك يقل الزيغ الكروي بإزالته لمن؟ للأشعة فقط الغير محورية، وهي طريقة تستخدم في كثير من الأجهزة البصرية لكونها فعالة وسهلة الاستخدام. يعني بس أجيب فلتر وأخليه أمام، لكن هذه الطريقة العفو لكن هذه الطريقة تتسبب في نقصان، أكيد نقصان كمية الأشعة الساقطة على الجهاز البصري. إذا أني أفلتر وأعبر نصها، 100% راح يكون الضوء الساقط على الجهاز البصري قليل، فتقل شدته. إن احنا قلنا الجهاز البصري اللي هو عدسة أو مرآة بصورة عامة، فتقل شدة الصورة على حساب نقصان الزيغ. يعني أنا أقلل الزيغ بس 100% راح أشبيه، تقل الشدة وتقل الجودة للصورة. أجي هنا أنا. لاحظوا هنا، هذه جسم بصري، جهاز بصري، ما استخدم أنا عدسة لامة، وهنا أجتني أشعة من مصدر أحاد الطول الموجي، نفرض الليزر. أنا سويت، جبت حاجز مثقوب من النص حتى يعبر لي الأشعة، هذا راح تبعوا اللون الأحمر، هذا المنقط وهمي، لا توجد أشعة نافذة. احجب لي، لا تمرر لي الأشعة منه الغير محورية، ومرر للمحورية والشبه محورية. لاحظوا هذه الشبه محورية عابرة الجهاز البصري، وين متقاطعة؟ في نقاط على طول المحور البصري، فتتكون صورة شبيهة. قلل الزيغ لكن كون له صورة ناقصة، تباينها قليل. ليش؟ لأن نص الأشعة حجب لي إياها ونص مرر لي إياها. هاي طريقة نستخدمها يعني للسهولة، نقلل إذا كنا احنا ما نهتم بالشدة، فقط نهتم بالصورة اللي طالعة. هنا لو ما كل فلتر، لاحظوا الأشعة منقطة، كان من المفترض تتجمع هنا وهنا، فيصير زيغ كبير. لاحظوا كم نقطة، بدل ما تتجمع بنقطة واحدة، كم نقطة. أنا هنا قللت، صح قللت الزيغ لكن قلت الشدة عندي. الطريقة الثانية استخدام العدسة المركبة اللي هي compound lenses. compound lenses ان الزيغ الكروي للعدسة اللامة، راح نجيب لنا عدسة مركبة، نوعين مركبة، هي نوعها مركب ونستخدمها. العدسة اللامة الزيغ الكروي كمية موجبة نفس الكمية هو، والزيغ الكروي العدسة مفرقة كمية سالبة، يعني سالب وموجب تلغي احداهما الاخرى. لذلك عند استخدام العدسة مركبة من لامة ومفرقة، شو سوي؟ تتكون من عدسة لامة وأخرى مفرقة، يلغى الزيغ الناتج من العدستين أحدهما الآخر، لأن إحنا نعرف هو أحد أسبابه منه، أحد أسبابه هو تكروية الجهاز البصري. لذلك أنا أخلي الزيغ اللي من العدسة اللامة هو موجب، من أجمعه ويا الزيغ الكروي للعدسة المفرقة كمية سالبة، راح أتخلص منهم. أجي للرسم ثانيا. هذه هاي أشعة جايتني منين؟ من مصدر أحاد الطول الموجي. أنا مخلية عدسة لامة مشتغلة بيها، جبت مفرقة وحطيتها وياها، صارت عدسة مركبة. لاحظوا الأشعة هي هنا انكسرت. لو هاي ما موجودة، تبعوا الأحمر، راح يصير زيغ هنا، تتجمع المحورية غير محور العفو الغير محورية هنا،
والأشعة المحور شبه محورية وين تتجمع هنا، فصار عندي زيغ كبير، مسافة بيناتهم كبيرة. من جبت المفرقة، سوت المفرقة، لاحظوا حدث بيها شنو؟ انكسار. تمام، من يصير بيها انكسار، شوف الأشعة وين صارت، اللون الأزرق كملت، صح جمعتها في نقاط متقاربة، صح اكو زيغ هنا، لان اكو نقاط هنا ونقاط هنا ونقاط هنا على طول، لكن صورة قليلة الزيغ الكروي. تمام، باستخدامنا العدسة مركبة، هذا يلغي هذا الزيغ مالتهن، وحدة تلغي الثانية، فتكون المحصلة مالتهم صفر، فهنا أنا راح أحصل زيغ بنسبة قليلة. الطريقة الثالثة، استخدام عدسة محدبة مستوية، يعني وجه محدب ووجه شبيه مستوي حسب الأنواع اللي أخذتوها بالكورس الأول. إن شكل العدسة له دور كبير في كمية الزيغ الكروي الناتج، فمثلا عند استخدام عدسة محدبة، خليها مستوية، يعني بلانو كونفكس لينس، بحيث يكون هسه أول مرة أحط السطح الموجب مواجهة للضوء الساقط والمستوي بالظهر، الأشعة العمودية على العدسة، فيحدث وين؟ انكسار في سطحي العدسة، فيقل الزيغ الكروي بصورة كبيرة نتيجة الانكسار المزدوج للأشعة، انحراف أكبر للأشعة. أجي هاي عندي هنا أشعة عدسة مركبة، منين؟ محدبة مستوية، جبت المحدبة خليتها أمام الأشعة الساقطة اللي هي بهالوجه، ايش راح ينتج؟ يحدث انكسار هنا، لاحظوا انكسار داخل الجهاز البصري، فهو راح يتكون لي، يتكون لي أقلل الزيغ، شوف راح أقلل المسافة هنا والنقاط متقاربة، أقلل الزيغ بكمية كبيرة جدا. زين، إذا أجيت وقلبته سطح واحد لا ينكسر الشعاع، أما إذا كان السطح المستوي للعدسة أخليه مواجه للأشعة الساقطة، يعني أقلبهن. تمام، فيحدث انكسار في سطح واحد فقط، لا ينكسر الشعاع الساقط عموديا على السطح المستوي، فيقل الزيغ الكروي بصورة قليلة. إذا هنا أقل الزيغ إذا خليت المستوية، إذا الأفضل شنو؟ أخلي المحدبة أمام الأشعة مقارنة مع الحالة الأولى. لاحظوا هنا أنا إذا قلبتها وخليت دكتورة صوتك تقطع. الإنترنت عندي مشكلة بيها، هاي المشكلة. فهنا العفو العدسة هنا قلبتها، خليت المرآة العدسة المستوية أمام الضوء الساقط والمحدبة بالعكس، فاني هنا راح تسقط الأشعة، تعاني انكسار الأشعة فقط اللي موازاة من المن للمحور البصري. فهنا الأشعة، لاحظوا شو يصير عندي هنا، أقلل الزيغ ولكن بنسبة قليلة، شوف المسافة بين هاي النقطة وبين هاي النقاط مسافة كبيرة مقارنة بالحالة الأولى، إذا أيهما أفضل؟ الحالة اللي أخلي بيها المرآة العفو العدسة المحدبة هي بوجه الأشعة الضوء الساقط عكس ما تكون مستوية. ممكن استخدام عدسة محدبة الوجهين بأنصاف أقطار تكور كبيرة، يعني أجيب عدسة محدبة الوجهين، وجهيها محدب لكن شبيهن الوجهين بأنصاف أقطار تكور مختلفة في وجهيها، ليش؟ حتى أقلل الزيغ الكروي، حيث تصمم بجعل انحراف الأشعة متساوي في سطحيها، وبالتالي يقل الزيغ الكروي إلى أقل ما يمكن. الطريقة الرابعة، استخدام عدسة أو مرآة غير كروية حتى أقلل اللي هو مشكلة التكور، أجيب عدسة أو مرآة غير كروية. إن استخدام العدسة أو المرآة ذات السطح غير كروي
يجعل الأشعة الساقطة عليها تتجمع مع بعضها بعد الانعكاس أو الانكسار في نقاط قريبة من البؤرة. إذا جبتهن وخليتهن استخدمت ذن العدسات والمرايا اللي هن سطوح غير كروية، راح تسبب لي الانعكاس والانكسار يحدث في نقاط قريبة من البؤرة، ناس بالبؤرة وناس قريبة من البؤرة، نتيجة خصوصية شكل السطح اللي هو المستوي بغض النظر عن نوع الأشعة شبه محورية أو غير محورية، راح تجمعها كلها قريبة من البؤرة. لذلك تستخدم هذه السطوح الغير كروية شبيهة في كثير من التطبيقات البصرية، يستفادون منها حتى نقلل من للتخلص من الزيغ الكروي. إذن أفضل طريقة للتخلص من الزيغ الكروي هي منه باستخدام عدسة أو مرآة غير كروية، أهمها في عكس الأشعة في الأطباق اللاقطة اللي هو مثل إيش الستلايت الدش. نلاحظ إحنا بالستلايت يكون عبارة الصحن شي يكون ذو قطع مكافئ اللي هو بارالولا، شي يخلون بيه يخلون داخل بيه إحنا نعرف الأولمبي. شو تسوي الأطباق اللاقطة؟ يعكس لي الأشعة المحورية والشبه محورية والغير محورية، يجمع لي إياها في نقطة من البؤرة أو قريبة من البؤرة، راح تلقطها منه العدسة الموجودة بمن؟ فراح تكون أشعة متجمعة في نقطة واحدة هي نقطة الاستقبال اللي هي ال ان بي ريسيفر، تمام؟ اللي هو ال ان بي ريسيفر شو يسوي؟ تجمع الترددات اللي تستلمها من الأقمار الصناعية، تجمع ليها قريبة من الأولمبي. الأولمبي راح شو يسوي؟ يترجم لي النقاط اللي قريبة منه واللي واقعة ضمن البؤرة. لذلك أكو قنوات لذلك أكو قنوات العفو قنوات نحصلها بتردد عالي وجودة عالية، وأكو قنوات تكون ترددها أقل. ليش؟ لأن تجمع الأشعة مالتها قريب من البؤرة وليس في البؤرة ذاتها، فيرسلها عن طريق الليف البصري لمن؟ ال ان بي ريسيفر اللي هو الستلايت، تمام؟ الستلايت فراح شو يسوي؟ يستلم الإشارة يستلم الإشارة ويترجمها داخل الستلايت، يرجعها إلى صورة ترجم الترددات على حدة وتحولها إلى صورة تظهر على التلفزيون. هو هذا مبدأ الأعمال الأطباق اللاقطة، يستخدمون لها شنو؟ العدسات الغير كروية، فنحصل على مجال استقبال واسع للأشعة بالإضافة إلى تبؤر جيد لها. كذلك توجد مجموعة من العدسات الغير كروية خاصة لهذا الغرض حسب نوع النظام البصري. أكو نوع يستخدمونه دائما خصوصا بالتجارب، أهمها عدسة شميدت وعدسة ماكستو. ذني عدستين معروفات نريد نتخلص من الزيغ الكروي، واحنا نعرف هذا الزيغ الكروي ما يتخلص منه إلا باستخدام مرآة أو عدسة شبيهة، مرآة أو عدسة مستوية غير كروية. فهذني النوع من العدسات معروفات يستخدمونهن دائما لحل هاي المشاكل. لهنا أنا راح نتوقف هاي المحاضرة مثل بقية الشعب. زيغ المذنب للمحاضرة الجاية إن شاء الله. أريدكم تفهمون النوع المزيغ اللوني اللا لون العفو، والنوع من الغبش البصري والكروي قبل لا ندخل زيغ المذنب وزيغ التكور والمشوه. يكون شوي حتى ما يصير عندكم إرباك وخربطة، بس تضبطوا لذن أول النوعين وتفهمون شو وقت يصير الزيغ حتى من نمشي بعد، لأن ورانا اللالو اللوني وأنواع أهمية، وذني الألوان أنواع أربعة، فصير عليكم هواية يعني تخربطون. فضبطوا ذني المحاضرتين المحاضرة هاي قبل لا نبدأ بالزيغ المذنب، لأن شوية بالمحاضرة الجاية شوية راح نطول أكثر. إذا عندكم سؤال أو استفسار حتى شنو نتناقش وياكم طلبة. ست على طول الكورس الثاني راح نتكلم عن الزيغ لا هذا وأكو مواضيع الفصل، غير بعد. لا الفصل الأول أو أول زيغ، الفصل الثاني راح تاخذون التداخل والحيود والاستقطاب. تمام دكتورة، شكرا. العفو. هو السيلو حسب السيلبس مالتكم.
أي سؤال؟ إن شاء الله راح تروحون للمرحلة الثالثة، راح تاخذون بصريات متطورة اللي هي 3 و4. انتوا هسه 1 و2 درستوهن، فذني كلهن راح تحتاجونهن هناك. أول شي هو راح تاخذون باللغة الإنجليزية البصريات بالثالث، فإذا ما أخذتوا الزيغ والتداخل، بما أنه درستوا أنواع المرايا والعدسات، هسه راح تاخذون الزيغ والتداخل والحيود والاستقطاب. هناك راح تدرسونهم بصورة معمقة، وإذا ما عندكم خلفية عنهن من الأول راح تعانون، تصير عليكم المادة صعبة. وبما أنه الثالث عليه نسبة على المعدل النهائي للطالب هو 30%، فأنتوا حسبوا حسابكم هاي، يعني البصريات اللي تقرونها هسه راح تستفادون منها بالثالث. أكو أحد دخل بعد ما سجلنا حضور؟ دكتور هذا الكورس الأول قضيناه على الطفر بالبصرية. يعني شلون؟ دكتور النص نازل محاط ونص لا، ولا أغلب كل اعتمدت على أنفسها يعني لا ان شاء الله انا وياكم بدون ما يعني تتندى. انا وياكم راح ننزل المادة اللي انزلها هي تجي منها بالامتحان. انا راح اعتمد على السيلابس، نزلت لكم المنهج انا راح امشي وياه. هسه اول فصل راح تاخذون الزيغ وانواع الزيغ اللونه واللا لونه وبانواعه، وطبعا راح اعطيكم امثلة تحلونها يعني، وامثلة بالملزمة اذا فتحتوا الملزمة اللي دزت لكم اياها البارحة، بان هي راح تنزل لكم على ضوء الأسئلة الموجودة، راح تجي أسئلة مشابهة إلها، ما أجي بها اختلاف ذاك الاختلاف. وإذا امتحانكم حضوري حتى احتمال نفس السؤال أجيب أنه إذا حضوري مو إلكتروني بالفاينل، أما بالشهري لا يجوز أغير بالقيمة فقط. أما الفصل الثاني وهو التداخل كلش مهم وضروري تعرفونه، ووراه الحيود وكذلك ووراه الاستقطاب البولاريزيشن والاستقطاب، تستفادون منه بالبصريات بالثالث، تستفادون منه ان شاء الله بالكهرومغناطيسية بالرابع اللي هي كلها تحكي عن الاستقطاب. فانت من تروح ثالث ورابع ذني لازم تعرفهن، ما تقدر تسأل التدريسي بان ذني ايش يعني، لان انت لازم تاخذين بالاول. وانا اعطيتكم اياهم باللغة العربية حتى يصير اوضح لكم كأساس، وراح انزل لكم المحاضرة على